سابوا الفيديو كله، سابوا الكلام الايجابي اللي فيه، سابوا ان هي بتضحك، سابوا ان هي بتهزر، سابوا ان هي بتبتدي، مسكوا بقى في اللي هم بيدوروا على اي حاجه سلبيه. انتوا بتتكلموا على عرض وشرف بنت صغيره، بنت عندها 20 سنه، بنت حياتها حرفيا بتتدمر قدامها. مش هقول للمواقع الاخباريه اللي نشرت الاخبار دي الا حاجه واحده، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فالتأشيرات هتبقى ابسط، وممكن ليها تروح تعمل العمليه هناك، والتكلفة كمان هتبقى أقل. لكن بعد تواصل ريهام سعيد مع أحد الدكاترة، طلب منها قبل ما تجري أي خطوة في النقطة دي تحديدا إن هي تعمل أشعة على العصب عشان تشوف كفاءته. إزاي تنسي أبوه وأمه؟ ده رحمنا، ده حتة مننا، إزاي تنسوه؟ فلما لقى القناة دي طلعت تستغل قضية زي دي وتشعل الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ولقى بعض اللجان الإلكترونية داخلين في الكومنتات وبيهاجموا المسلمين والمسلمين بيهاجموا المسيحيين، يبقى هنا لازم اقف واحط مليون خط. اتكلمنا مع حضراتكم في اكتر من حلقه عن ميثاق الشرف الاعلامي، وقلت لحضراتكم لاي منصه اعلاميه او موقع اخباري لازم يتحرى الدقه في نقل اي معلومه، لان ممكن بنقله معلومه غلط يضر ناس سواء بقصد او بدون قصد. النهارده هنتكلم مع حضراتكم في قضيتين شغلوا الراي العام على مدار الاسابيع السابقه، وهي قضية البلوجر سارة والطفل شنودة، وخصوصا بعد ظهور تقارير إخبارية بتأكد إن سارة ممكن يرجع لها نظرها مرة تانية. مواقع إخبارية بتنشر أخبار عن البلوجر سارة وظهور مقاطع فيديو ليها هي وصديقها وتجهيز سارة للسفر للإمارات للخضوع لعملية دقيقة لزرع شبكية، والقضاء الإداري بيفصل في دعوة الطفل شنودة اللي الأبين مسيحيين وهو على الديانة الإسلامية. علشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. تقريبا كل مواقع التواصل الاجتماعي بقى لها اكتر من اسبوع بتتكلم عن ازمه البلوجر ساره والحادث اللي تعرضت له واللي على اثره فقدت بصرها. وفي الوقت اللي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتدعي لساره، نلاقي بعض المواقع الاخباريه طلعوا وبدات تتكلم عن ظهور صديق ساره في كل الفيديوهات اللي بتطلع فيها، وتحديدا لما كانت بتتكلم وبتقول اللي عمره قاعد عندنا في البيت وبياكل وكلام من هذا القبيل. وكانت بتقول الكلام ده كنوع من الدعابة أو الهزار. المواقع الصحفية بقى تسكت؟ لا ما تسكتش، بدأت تقول تصريحات على لسان خطيب سارة إن خطيب سارة والدها كان منعه من دخول غرفة نومها. إزاي بقى بيسمح لواحد غريب زي عمرو اللي هو يكون متواجد داخل غرفة النوم؟ وهنا تحديدا يا جماعة لازم أقف مع حضراتكم ونحط مليون خط. هو ألام الناس بقت سلعة ممكن نتاجر فيها؟ يعني بنت عندها 20 سنة اتعرضت لحادث صعب جدا، غير الأسرة المكلومة اللي بتجري على بنتهم وحزينة كل الحزن على بنتهم. البنت حرفيا يا جماعة فيش عزايا من الخرطوش اللي دخل جوه دماغها بيعمل لها كهربا زيادة، والبنت على طول بتعيط. في الوقت ده اللي احنا المفروض نوقف جنبها نلاقي مواقع إخبارية طلعة تتكلم وتقول أصل في راجل غريب ومش راجل غريب. حتى لو افترضنا ان الكلام ده صحيح، ده وقت كلام في الموضوع ده يا جماعة. نطمن على سارة وترجع تقف على رجليها مرة تانية، بعد كده ممكن نتكلم ونقول ده صح وده غلط. وحتى لو احنا هننتقد حاجه زي كده، ده عرض وشرف بنت، ما ينفعش للناس تطلع تقول الكلام ده على مواقع التواصل الاجتماعي. احترموا خصوصيه الناس يا جماعه. وبالمناسبه كمان يا جماعه، ظهرت بعض التقارير الصحفيه بتاكد ان في مستشفى في اسبانيا بتعمل عمليه زرع شبكيه للحالات اللي زي ساره، وبالفعل الاعلاميه ريهام سعيد تواصلت معاهم عشان ساره تروح تعمل العمليه، فطلبوا منها اللي هي تيجي لاسبانيا وتدفع رسوم 500 يورو علشان يعملوا لها فحوصات طبيه ويقرروا اذا كانت العمليه هتنفع ولا لا. المهم احد الناس المحترمين من دوله الامارات اتواصل مع الاعلاميه ريهام سعيد وقال اللي فيه فرع المستشفى دي في دوله الامارات، فالتأشيرات هتبقى ابسط وممكن ليها تروح تعمل العمليه هناك والتكلفه كمان هتبقى اقل. لكن بعد تواصل ريهام سعيد مع احد الدكاتره، طلب منها قبل ما تجري اي خطوه في النقطه دي تحديدا ان هي تعمل اشعه على العصب عشان تشوف كفاءته. فبالفعل ساره راحت وعملت الاشعه، وكانت بتبكي حرفيا وبتقول انا خايفه ان انا ما ارجعش الشغل مره تانية، خايفه ان انا ما اتجوزش، بنت في مقتبل حياتها بتنهار قدام عينيها. وهنا لازم اوقف مع حضراتكم واوجه رساله مهمه جدا لكل المواقع الاخباريه او المنابر الاعلاميه اللي بتتكلم في قضيه البلوجر ساره. في حاجه يا جماعه اسمها ميثاق شرف اعلامي، يعني مش عشان السبق الصحفي انا ممكن اطلع ان انا اتاجر بقضيه زي دي او اتاجر بالام الناس دي. ما ينفعش تصريح زي ده يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي في التوقيت ده، حتى لو هو حصل او حضراتكم عايزين تنتقدوه. انتوا بتتكلموا على عرض وشرف بنت صغيره، بنت عندها 20 سنه، بنت حياتها حرفيا بتتدمر قدامها. مش هقول للمواقع الاخباريه اللي نشرت الاخبار دي الا حاجه واحده، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وده بقى ينقلني للخبر التاني معنا في حلقه النهارده، وبخصوص قضيه الطفل شنوده.
ايه حكاية القضية دي بقى يا جماعة؟ ببساطة كده يا جماعة اللي ما يعرفش القصة، شنو ده طفل صغير لقوه في احد الحمامات في احد الكنائس. المهم احد الاسر المسيحية قررت ليها تكفل الطفل ده، وبالفعل ربوه. بدأ الطفل يكبر معاهم لحد ما احد افراد العائلة دي بدأ يتكلم في جزئية الميراث ويقول الطفل ده هيورث وهو ملوش حق وكلام من هذا القبيل، فقدم بلاغ للنيابة العامة ان اهل الطفل ده خطفينه. فبالفعل النيابة العامة فتح التحقيق في الواقعة واستدعوا اهله، ولما عرفوا الموضوع اخدوا الطفل وحطوه في دار رعاية وتم تسميته باسم يوسف. والقانون المصري بيقول ان اي طفل ما يعرفوش اهله او فقد الاهلية يبقى على الديانة الاسلامية وهي الديانة الرسمية لجمهورية مصر العربية. فطبعا اب وام لما ربوا وكبروا وبعد كده ابنهم اتخذ منهم، الموضوع صعب عليهم، بدأوا يلجأوا لساحات القضاء، وبالفعل رفعوا دعوة قضائية امام المحكمة الادارية. والمحكمة الادارية فصلت امبارح واصدرت حكمها بعدم اختصاص الدايرة لنظر القضية دي. الموضوع بقى يقف لحد هنا؟ لا، الموضوع ما وقفش لحد هنا، وبدأ يظهر اهل الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالبوا باسترداد الطفل مرة تانية. والاغرب من كل ده اللي لقينا بعض المنابر الاعلامية بدأت توجه الرأي العام في اتجاه معين. وهنا لازم اقف مع حضراتكم ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هي المنابر الاعلامية دي ايه مصلحتها اللي هي ممكن تعمل فتنة بالمسيحيين والمسلمين ويطلعوا يسلطوا الضوء على قضية من النوع ده؟ مبدئيا كده يا جماعة، في قناة من القنوات دي بتدعم فكر الالحاد وضد اي ديانة سماوية، والقنوات دي بتاخد دعم خارجي من دول اوروبية عشان تنشر الفكر ده داخل المجتمعات العربية وبين شبابنا الصغير. فلما الاقي القناة دي طلعة تستغل قضية زي دي وتشعل الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ولاقي بعض اللجان الالكترونية داخلين في الكومنتات وبيهاجموا المسلمين والمسلمين بيهاجموا المسيحيين، يبقى هنا لازم اقف واحط مليون خط. كلنا جماعة مصريين، كلنا اخوات، عمرنا ما قلنا مسيحي ومسلم. الناس دي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين بعض. المحكمة فصلت في الدعوة دي ولا تعقيب على احكام القضاء، وحضراتكم ممكن تلجأوا للمحكمة المختصة، واحنا عندنا ثقة في القضاء المصري العظيم، لكن ما تسمحوش لمنابر اعلامية عشان مصالح شخصية اللي هم يستغلوا القضية دي. انا مقدر الظرف اللي انتوا بتمروا بيه واللي انتوا كبرتوا وسهرتوا وتعبتوا على الطفل ده، لكن يا جماعة اللي بيحصل لازم نخلي بالنا منه. ويمكن قلتها في حلقة قبل كده وهكررها تاني، المنابر يا جماعة اللي من النوع ده بتاخد التمويلات لان هدفهم في المقام الاول هو زرع الفتنة، هدفهم شبابنا الصغير يبثوا سمومهم عن طريق الافكار والمعتقدات اللي من النوع ده، يبثوا سموم الكراهية داخل نفوس الشباب الصغير. لكن انا هقولها لكم تاني، طول ما في مصر شباب محترم وشباب واعي هيتصدى ليكم وهيقف قدامكم. وانا عارف ان مقطع الفيديو ده ممكن يتم تقييده وما يوصلش للجمهور، لكن انا بقول كلمه حق ابتغاء مرضات ربنا ولا اخشى في الله لو ما تلاقي. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم هل من المهنيه لبعض الصحف تبدا تتاجر بقضيه البلوجر ساره عشان تحقق مشاهدات؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.